السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. تكملة لأحاديثنا عن المكسرات، النهاردة هتكلم زي ما قلتكم في فيديو سابق، هتكلم عن البي ناتس اللي هي الفول السوداني. وطبعا الفول السوداني ده من الحاجات المشهورة جدا جدا، وخصوصا عند بلاد زينا المصريين، مسليات التسالي الفول السوداني واللب. من يوم ما طلعنا واحنا بنعرف حاجة اسمها فول سوداني ولب. الفول السوداني من المكسرات الرخيصة طبعا والمفيدة جدا للجسم. الفول السوداني في حقيقته من البقوليات، ولما بينمو بيتزرع بيطلع من تحت، يعني تحت التربة. الفول السوداني ممكن ناكله في هيئات كتيرة، أشكال كتيرة، من يعني ممكن ناكله ني، ممكن ناكله مسلوق، ممكن ناكله محمص. احنا عندنا في مصر كان المشهور منه المحمص اللي بقشرته ده مقشر ونقزقز، واللي من غير قشرة طبعا اللي بقشرته بتبقى كميته كبيرة وأرخص من اللي من غير قشرة خالص. هنا في البلد اللي أنا عايش فيها الفلبين عرفت بصراحة حكاية المسلوق دي، يعني ممكن الفول المدمس يتسلق وبيبقى بصراحة طعمه جميل جدا، وبيشبع الواحد كوجبة كده ما بين الوجبات إذا كان الواحد جعان أو في مشوار في العربية، أزأز له كام فولة مسلوقة وطعمها حلو بصراحة. دي أشكال الفول السوداني. الحاجة التانية ممكن منتجات، بيدخل في منتجات كتيرة في الأكل، مثلا بينات باتر، زبدة الفول السوداني، ودي حاجة مشهورة جدا وطعمها حلو وكتير مننا بيحبها والأطفال بيحبوها جدا جدا. المهم الفول السوداني زيه زي بقية المكسرات، زي بقية كل المكسرات، في صفات اللي هو المشتركة بينهم، بس برضو في بعض الحاجات اللي تميزوا عنهم، وبالتالي بتبقى له في فوائد في هذه الناحية أكتر من غيره من المكسرات. ده بالإضافة بقى أنه سعره بسيط جدا جدا. طبعا في الفيتامينات، في المعادن، في الدهون غير المشبعة، في البروتينات، وفي ألياف، وفي مضادات الأكسدة، زيه زي إيه أي نوع من المكسرات. الفيتامينات أشهرها اللي هو فيتامين بي وفيتامين إي، دول الاثنين المشهورين اللي موجودين في الفول السوداني. المعادن في النحاس والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك، دي المعادن اللي موجودة. وقبل كده في الفيديوهات اللي قبل كده قلنا ايه أهمية كل واحدة منها. الدهون غير المشبعة، وبصفة عامة المكسرات كلها فيها نسبة من الدهون، ولذلك هي دهنية، ولذلك كانت سمعتها قبل كده وحشة. هذه الدهون أكثر من 75%، 80%، 85% منها دهون غير مشبعة، والباقي دهون مشبعة. إيه أهمية الدهون غير المشبعة؟ يمكن شرحنا قبل كده في إن هي بتساعد الجسم على تكوين النوع الجيد من الكوليسترول اللي هو HDL High Density Cholesterol، وبتقلل من فرصة تكوين الـ LDL Low Density Lipoprotein اللي هو الكوليسترول النوع اللي مش جيد. طب ده ليه سمينا ده جيد ومش جيد للناس اللي متعرفش؟ أول حاجة أقول لكم إزاي تحفظوا الهاي، يعني مين فيهم الجيد ومين فيهم الوحش، في ناس بتتلخبط. أنا أقول لكم كده، الجيد يعني فايدته عالية، الوحش فايدته واطية. فهاي عالي، هاي دينستي لايبوبروتين، هاي اتش دي ال، هاي عالي، يبقى هو ده عالي الفايده الجيد. ال لو، لو قليل، قليل الفايده، يبقى ده الوحش، يبقى اتش دي ال الجيد وال دي ال الوحش. الفرق بينهم للي ما يعرفش ان الاتش دي ال وظيفته انه يسحب الكوليسترول من الانسجه ومن الاوعيه الدمويه والشرايين وياخدها على الكبد حيث يتم تمثيلها، تمثيل الكوليسترول. اما ال LDL بيقوم بالوظيفه العكس، يسحب يشيل الكوليسترول ويوديه على الانسجه والشرايين. فلما يكون زياده، لما بيكون زياده اللي بيحصل انه بيترسب في الشرايين على جدران الشرايين ويكون ما يسمى بالاتيروسكلروزيس اللي هو تصلب الشرايين، وبالتالي ضغط الدم، وبالتالي يعرض القلب لايه، لامراض متعدده. ده الفرق كده بسرعه بالنسبه للدهون غير المشبعه. طبعا في بروتين، والبروتين ده زيه الكميه اللي بناكلها عاده. لما بتشتري حبه كده هنا مثلا 5 جنيه ولا حاجه في مصر، معرفش الاسعار دلوقتي ايه، كيسه كده فيها 20 حبايه ولا حاجه يمكن ب 5 جنيه او اكتر او اقل او 10 جنيه، العبوه دي لما بتاكلها انت
ممكن يكون فيها مثلا حوالي 8 جرام بروتين، يعني كأنك واكل بيضة بحالها، وفيها كمية برضو من الألياف جيدة تفي بحاجة الجسم. ميزة البروتين اللي موجود ده وميزة الدهون المشبعة اللي موجود غير مشبعة الموجودة، لما بتيجي تاكل الموضوع ده بتحس بالشبع، فبالتالي تقلل رغبتك في انك تاكل وجبات بشكل مستمر. لما تكون جعان ما بين الوجبات وتاخد لك 10 15 حباية من الفول السوداني بتشعر بالشبع وما تحتاجش تاكل تاني. ولذلك الغريبة جدا جدا، طبعا كان الناس فاكرة ان اكل الفول السوداني الكتير يتخن، اتضح انه العكس، وده ثبت بالتجارب او بالابحاث. الابحاث اللي عملوها اثبتت ان الناس اللي بتاكل فول سوداني اكتر ها قادرة اكتر من غيرها على انها تفقد الوزن ولا يزيد وزنها، وده للسبب اللي انا قلته، انه بيديك احساس بالشبع، فبالتالي بيمنعك من انك تلجأ لوجبات عادية ما بين الوجبات وبعضها. المضادات الاكسدة، بس في حاجة مهمة، مادة مهمة اسمها ريز فيراترول، ودي هنتكلم عنها فيما بعد. الفيتامينات قلنا فيتامين اللي يخصني اكتر فيتامين ب، النوع اللي اسمه نياسين. النياسين ده ليه اهميه خاصه هنشرحها فيما بعد، وبتميز الفول السوداني. وفيتامين اي عارفينه كلنا، وبرضه هنذكر ايه اهميته وايه اللي بيأثر او ايه الناحيه الصحيه اللي بيكون اكثر فعاليه فيها او كده. مضادات الاكسده برضو هنقولها بعد دقيقه واحده. ماشي، ديت مكونات الفول السوداني. طب ايه اثاره بقى او ايه فوائده الصحيه؟ فوائده الصحيه كتيره، بس انا هركز على 4 حاجات، لكن هو من ناحيه الفوائد كتير. يعني التمثيل الغذائي بيساعد على التمثيل الغذائي، بالتالي الانسان معدل التمثيل الغذائي عنده بيبقى افضل، بيقلل من فرصة إصابة الإنسان بالاكتئاب الدبريشن، وبيقلل فرصة حدوث جول بلادر ستونز اللي هو حصاوي المرارة، وبيقلل برضو فرصة التعرض لمرض سرطان القولون. وهذه الوظيفة أو هذا المفعول الصحي مهم جدا في الستات أكتر من الرجال. يعني في الستات الأبحاث أثبتت ان الستات اللي بياكلوا هذا الفول السوداني بصوره مستمره، طبعا في المعقول برضو، يعني خلينا نفهم ان احنا مش ناكل فول السوداني كل يوم كيلو ولا كل يوم 4 5 اكياس، لا، في المعقول اللي هو عبوه. لو الواحد بياكل العبوه الدارجه اللي هي حدود 8 5 جنيه او كده، 20 حبايه 15 حبايه فول سوداني يوميا، ده الناس اللي بتاكل هذه الحبوب من الستات بيبقوا أقل عرضة للسرطان القولون اللي هو كولون كانسر بنسبة 57%. ده الستات. الرجالة بيحميهم بنسبة 27%، فبالتالي الستات بيستفيدوا أكتر، ولو إن الجنسين بيستفيدوا منه. نيجي بقى على 4 حاجات اللي أنا قلت إن أنا هركز فيهم، اللي هو بتاع فوائد صحية للفول السوداني. 4 مناطق بتستفيد كتير جدا من تناول الفول السوداني بأي شكل من أشكاله، أي شكل، تاكله ني، تاكله محمص، تاكله مملح، تاكله مسلوق، تاكله على هيئة الزبدة البينات باتر، أي نوع منها هتديك هذه الفوائد. أول حاجة صحة القلب والشرايين، طبعا دي مهمة جدا. عشان ايه؟ عشان الدهون غير المشبعة اللي موجودة. الدهون غير المشبعة بترفع نسبة ال HDL وبتقلل نسبة ال LDL، فبالتالي الكوليسترول هتقل نسبة او فرصته انه يروح ويترسب في الانسجة والشرايين، وبالتالي الشرايين بتبقى سليمة، ضغط الدم سليم، القلب سليم، اقل عرضة للامراض. الحاجة التانية بقى اللي هي قلنا ان هي شيء ما يعني محدش كان يخطر له على بال الا لما اثبتتها الابحاث، وهو فقدان الوزن، يعني او المحافظة على انقاص الوزن او عدم زيادة الوزن. والسبب فيه شرحناه، قلنا ان موجود فيه بروتين وموجود فيه الياف وموجود فيه دهون، كل الحاجات دي بتخلي الانسان بعد ما ياكل له 10 15 حباية يشعر بالامتلاء، وبالتالي لا يحتاج ان هو ياكل اي نوع من الوجبات بين الاكلات، صح؟ الحاجه الاخرى
هي صحة العقل والدماغ، ودي بقى مهمة جدا. يعني الإنسان اللي بيتابع على أكل الفول السوداني في حد معقول بتبقى بالنسبة مع كبر السن فرصته إنه يجيله الزهايمر، الزهايمر بتبقى أقل. بيشتغل الفول السوداني على الدماغ والعقل بسبب وجود فيتامين بي اللي اسمه نياسين. فيتامين بي النياسين ده بيساعد خلايا المخ على انها او تتعامل مع الظروف ومع مضادات الاكسده، وانها تطيب بعد ان يحصل لها اي نوع من الدمج بسبب الفري راديكالز وبسبب الارهاق وي. كل ده بسبب فيتامين اسمه نياسين، وده محتوى عالي جدا في الفول السوداني. وهذا من الحاجات المهمة جدا برضو في نمو الإدراك وزيادة الانتليجنس عند الأطفال. عشان كده كتير أوي من الأمهات بتدي أولادها الصغيرين البيناتس. بس طبعا عايز أديكم ملحوظة، لما تيجوا تشتروا البيناتس هقولها بعدين، ربنا يسهل وافتكر أقولها لكم، لازم لما نيجي نشتري نبص على إيه مهم جدا. الحاجة الرابعة والأخيرة اللي أركز فيها اللي هي صحة الجلد والبشرة. صحة الجلد والبشرة من الحاجات اللي بتميز برضو الفول السوداني، لأن نتيجة محتوى على فيتامين إي. فيتامين إي ده بيساعد على إن البشرة تبقى حية وتبقى نضرة، وبيساعد خلايا الكولاجين الجلد، في خلايا اسمها خلايا كولاجين، إنها تظل حيوية وتتمتع بشبابها. ولذلك بيدخل كتير جدا في مركبات تجميل البشرة. وفي مادة تانية، مادة مضادة للأكسدة اسمها ريز فيراترول. هذه المادة برضو بتساعد على مقاومة الشيخوخة. الواحد لما بيكبر في السن اللي بيحصل بيتكون كده خطوط، في بتتكون خطوط بين خلايا الجلد، وبالتالي الجسم بيبقى مكرمش. الانتي اوكسيدنت هذا بيساعد على منع هذا المفعول مع تقدم السن. يبقى اذا الاربع حاجات مهمه جدا: صحه القلب والشرايين، فقدان الوزن او عدم زياده الوزن، صحه العقل والدماغ، وبعدين صحه الجلد وجمال البشره. طيب هل ما فيش عيوب؟ ما فيش حاجه في الدنيا ملهاش عيوب، زيه زي غيره في بعض العيوب اللي هقولها. بس قبل ما اقولها افكركم ان انت لما تشتري، لو مش هتاكلوا ني الفول السوداني، هتشتري مثلا زبده الفول السوداني. زبده الفول السوداني مصنعه، لازم تبص على الليبل اللي بره، على الاستيكر اللي موجود على العلبه، تشوف المكونات. ليه؟ لان بعض الشركات الكتيره عشان تدي طعم اكتر وبتحط فيه مكونات كيميائيه فاتحه للشهيه، الامور دي بتبقى ضاره. فتبص على نقطتين مهمين: على المحتوى من الدهون، لان برضو ممكن تحط الشركات تحط سكر، تحط دهون، تحط مواد كيماويه بتفتح الشهيه. المفروض ان العلبه ما يكونش نسبه السكر تكون محدوده جدا، بضعه ايه جرامات، 4 5 جرام من الكربوهيدرات. سكر قليل جدا، والدهون المفروض ان هي في العبوة ما تكونش أكتر، في العبوة الستاندرد ما تكونش أكتر من 10 إلى 16 جرام. دي مهمة، لأنك أنت لو اشتريت حاجة الدهون فيها عالية قوي أو السكر عالي قوي، يبقى ده ضيعت فايدة البينات باتر. طيب إيه هي بقى العيوب أو بعض المشاكل اللي ممكن ناخدها على الفول السوداني؟ الفول السوداني زي ما قلنا من البقوليات اللي بتنمو تحت التربة، وبالتالي وهو كمان مغطى بقشرة، يختلف عن بقية المكسرات بأن قشرته رقيقة. فلما بينمو تحت التربة وقشرته رقيقة، مكونات التربة ممكن تمتص على وتدخل إلى داخل الفول السوداني. إيه المشكلة في كده؟ المشكلة في كده إن الفول السوداني من الحاجات اللي بيترش عليها كتير قوي قوي مفيدات حشريه انسكتسايدز، وبرضه بيتزرع احيانا بعض منتجات من ورا منتجات زي القطن. القطن طبعا بيترش عليه مفيدات حشريه، وبعد حصاد القطن بتبقى هذه المضادات
بتبقى موجودة في التربة، وبالتالي يمتصها الفول السوداني، وهي دي ممكن تعمل لها أضرار طبعا على صحة الإنسان. واحتمال هذه ومع عوامل أخرى غير معروفة الآن، في حاجة اسمها ألرجي، بينات ألرجي، هي بصراحة من أمراض الحساسية الخطيرة، ولو أنها مش كتير ومش كل الناس عندهم هذه الحساسية. بتيجي لما يكون الإنسان مفرط وبيأكل لفترة طويلة جدا، وأحيانا بصراحة بتبقى هذه الحساسية خطيرة جدا جدا، فاللي بيجرب ويحصل عنده نوع من الحساسية ما يأكلش البينة التاني، ويأكل مكسرات أخرى. الحاجة التانية إن إحنا قلنا إن هو بينمو تحت التربة، فتحت التربة في فانجل، فطريات بتنمو، من ضمنها فانجل اسمه أسبرجيلس. هذا الأسبرجيلس بينتج أو بيساعد على إنتاج مادة سامة اسمها أفلاتوكسين. هذه الأفلاتوكسين ديت مادة سامة، مع تراكمها أو الواحد بيأكل كميات كبيرة تسبب مرض سرطان، وخصوصا سرطان الكبد. هو صحيح الاستخدام العادي للسوداني بيبقى فيه هذه الكمية بشكل بسيط جدا وليس لها قيمة، لكن احنا بنتكلم على اللي بيأكل كميات كبيرة وبشكل يومي. الحاجة بقى الأخرى اللي احنا قلنا ممكن تكون عيوبها، ان انت لما تشتري بينات بطر او فول سوداني معلب ممكن تكون في اضافات، هذه الاضافات ممكن تكون ضارة، تكون اضافات زي السكر، اضافات ملح زيادة، دهون زيادة. فعشان كده بنوصي ان انت لما تشتري هذه الحاجات، لما تشتري المعلبات دي، تبص كويس قوي على العلبة من برة، وتتأكد ان المحتويات بتاعته يعني كما نبغي ليها، محتويات كلها صحية، وما فيش اكتر من الفول السوداني الخام من بدون اضافات. وبكده نكون اتكلمنا عن النوع الاخر من البيناتس اللي هو الفول السوداني. وبما ان الفول السوداني من الحاجات الرخيصة في بلاد زي عندنا في مصر، يعوض عن بقية المكسرات اللي هي مش متاحة لكل الناس. في نهاية الفيديو أحب أوصيكم بأن اللي ما اشتركش في الفيديو يشترك عشان تجيله الفيديوهات أول بأول، ويعمل لايك للفيديو، والحاجة التانية أنه يشارك الفيديو مع أصحابه وأصدقائه لعل المعلومات اللي فيه تفيد الآخرين. وأشكركم شكرا جزيلا، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.